إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم سيكون حول تربية طيور الباجي. الموطن الأصلي لطيور الباجي هو أستراليا. تتزاوج طيور الباجي على مدار السنة، بحيث يجب إراحة الزوج بين العش والآخر أو بين العشين، ويجب تجنب تزاوج هذه الطيور في فصل الصيف وعند مرحلة تبديل الريش، نقوم بإراحة الزوج. بالنسبة لسن التزاوج عند هذه الطيور، تبلغ طيور الباجي في سن 6 إلى 7 أشهر تصبح جاهزة للتزاوج، ولكن يفضل تزويج هذه الطيور عند بلوغها 9 أشهر للحصول على إنتاج جيد وتفادي كثير من المشاكل. بالنسبة لعدد البيض الذي تضعه الأنثى، تضع أنثى الباجي من 3 إلى 7 بيضات. بالنسبة لمدة الحضن على البيض تكون من 18 إلى 22 يوم. هذه هي مدة الحضن طبعا حسب درجة الحرارة، من 18 إلى 22 يوم تقعد الأنثى على البيض حتى يفقس. بالنسبة لفطام الفراخ وعزلها عن الأبوين، يكون فطام فراخ الباجي من عمر 35 إلى 40 يوم، يعني منذ يوم الفقس حين تبلغ الفراخ 35 إلى 40 يوم تصبح قابلة للفطم وتصبح تعتمد على نفسها، ونقوم بإزالتها عن الذكر والأنثى. بالنسبة لكيفية معرفة بأن هذا الزوج جاهز للتزاوج أو لا، طبعا في كثير من الطفرات والأنواع تجد لون من لون الكير عند الذكر يكون أزرق قاتم، دليل على جهوزية الذكر، وعند الأنثى تجد لون الكير عندها بني، هنا تعرف بأن الأنثى جاهزة للتزاوج. ويوجد بعض الأنواع تتوفر فيهم ألوان أخرى سنتطرق إليها في مواضيع قادمة، ولكن اللون الأزرق والبني تقريبا يكون في جميع الأنواع. بالنسبة للتغذية، نقدم الحبوب الأساسية ونضيف بيض المسلوق مرتين في الأسبوع به بالقشرة، ونضيف الخضار والفواكه مرتين في الأسبوع مع التنويع، أسبوع نقدم فواكه وأسبوع نقدم الخضار. طبعا يجب توفر عدم الحبار أو عدم السيبيا بشكل دائم في القفص، أمر ضروري لإحتوائه على الكالسيوم المفيد للأنثى لتكوين عنقود البيض. بالنسبة للقفص، لا يهم الشكل، وإنما يجب أن يكون واسع وغير ضيق. بالنسبة للعش، هناك من يستعمل أعشاش البلاستيك وهناك من يستعمل أعشاش الخشب. سأضع لكم الصور للأعشاش وعرض وطول وارتفاع العش المناسب لطيور الباجي. أتمنى أن الفيديو أعجبكم، والسلام عليكم.